مرسل آخر من القصيم رمز اسمه براء عين يقول في سؤاله الأول: نحن أيضا أصحاب شاحنات، نذهب من منطقة إلى أخرى ومدة سفرنا عن أهلنا تتراوح بين 20 يوما إلى شهر، هل يجوز لنا القصر أو الجمع؟ ما دمتم مسافرين إنه يجوز لكم القصر ويجوز لكم الجمع إذا بلغت المسافة، مسافة القصر وهي 80 كيلو فأكثر. نعم.